بهذه الفواصل الرائعة التي نشاهدها من خلال الزميل جمعة أصمادي مخرج البرنامج التي تملأنا طاقة إيجابية وانطلاقة متجددة دائما، سنسلط الضوء الآن بآخر فقرة بحلقتنا لليوم على منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2016 للشرق الأوسط ولشمال أوروبا، ويحمل عنوانا عريضا رقمنة الاقتصاد، تحديدا الثورة التكنولوجية عكست بظلالها على مناحي كثيرة. ونلاحظ بالآونة الأخيرة أو منذ سنوات أن الأردن كان وما يزال وسيبقى بإذن الله رياديا بمجال تكنولوجيا المعلومات، وتحديدا انعكس يعني هذه الريادة وهذه الثورة على بيئة الأعمال وعلى الاقتصاد. سيتحدث ضيفنا الكريم العضو المنظم لهذا المنتدى الذي سينطلق بإذن الله صباح يوم الأربعاء وبرعاية ملكية سامية وبمشاركة عربية ودولية لنفرد الحديث أو ليسلط الضوء على تجارب وعلى نماذج ومنجزات حقيقية وتعنى بالاقتصاد الرقمي على وجه التحديد، وأيضا الإعلام الرقمي راح يعرج عليها الأستاذ نضال البيطار. أستاذ نضال، أسعد الله صباحا. يسعد صباحك. يعني أوجزنا بهذه لا احنا حبينا نعطي تقدمة تعريفية تحديدا عن منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتحدث عن هذا المنتدى اللي انطلق من عام 2002 ويعقد كل عامين تحديدا، ويسلط الضوء على منجز حقيقي له علاقة بالثورة التكنولوجية. هنا نتحدث عن الاستخدام الأمثل والفرص الحقيقية وخارطة الطريق التي توفرها هذه الثروة التكنولوجية، وتحديدا بما ينعكس على بيئة الأعمال بشكل مباشر. صحيح. يسعد صباحكم وشكرا لاستضافتكم وتسليط الضوء على هذا الحدث المهم. نعم. هذا المنتدى هو أهم حدث في المنطقة العربية، بصير كل سنتين زي ما تفضلت أستاذ مشحم، وتحت رعاية ملكية سامية، وهذا إن دل على شيء بدل على اهتمام جلالة سيدنا بهذا القطاع. صحيح. كمان حابب أضيف شغلة، إنه إحنا بطلنا نحكي على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لأنه صار الاتصالات تكنولوجيا المعلومات صارت في كل القطاعات الأخرى. جميل. إن كان في قطاع الزراعة، إن كان في قطاع المواصلات، بالإعلام، إن كان في قطاع الإعلام، إن كان في المالي، إن كان في الصحة وبالأمور الحياتية. فكان حياتنا هلأ صارت كلياتها عم تتحول إلى اقتصاد رقمي. صحيح. وإحنا بهذا المنتدى الصحيح خلال يعني رح يصير يوم الأربعاء القادم، رح يسلط الضوء بشكل أساسي كيف التكنولوجيا الجديدة عمالها بتعمل تأثير على القطاعات الأخرى، إن كانت الحوسبة السحابية، إن كانت إنترنت الأشياء، إن كانت الطباعة ثلاثية الأبعاد، إن كانت الأمن المعلومات، المدن الذكية، المدن الذكية تماما، الطاقة المتجددة وإلى آخره. فالحدث هذا رح يكون فيه مشارك حوالي 500 ل 700 شخص إن شاء الله، رح يكون في مجمع الملك حسين للأعمال. وإحنا كثير متحمسين يعني بصراحة هاي السنة لهذا المنتدى، له خصوصية كبيرة. جميل. إنه عم بنعقد في ظل أجواء محيطة فينا فيها شوية، لا مش شوية، هي يعني أجواء غير مريحة، تماما. وهذا يؤكد أن الأردن بإذن الله تعالى وبقيادة الهاشمية بلد الأمن والأمان. صحيح. منفتح على الجميع، وهو البلد الآمن بجميع الفعاليات وبجميع المحافل. صحيح. تحديدا نتحدث الآن عن نماذج وتجارب سوف تعرض من خلال المنتدى. صحيح. إذا تحدثنا عن المشاركات العربية أو من خلال المشاركات الدولية بشكل مباشر، ويركز المنتدى بعام 2016 على رقمنة الاقتصاد. يعني تم اختيار هذا العنوان، أنا حاب يكون فيه له تفسير تحديدا حتى يكون واضح لمن يشاهدنا الآن عبر الشاشة. المنتدى هذا رح يكون فيه حوالي 70 متحدث من كل أنحاء العالم، إن كان بمنطقتنا العربية من الأردن أو من أمريكا، من أوروبا، من سنغافورة، من من جهات مختلفة من العالم هذا. وهذول الخبراء متخصصين في يعني
آخر ما توصلت إلى التكنولوجيا المتطورة. السنة هاي راح يكون المنتدى هذا مستهدف مش بس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، راح يكون مستهدف قطاعات أخرى، يعني زي مدراء مستشفيات، مدراء بنوك، مدراء في قطاعات أخرى، على أساس يقدروا يتعرفوا كيف التكنولوجيا عمالها بتسهل حياة المواطنين، كيف بتسهل طريقة التعامل. هذا بنفس الوقت موضوع الريادة له كثير، رح يكون في تسليط ضوء كبير عليه. الأردن معروف أنه من الدول المهمة جدا في موضوع ريادة والمتقدمة الأعمال. ليس يعني حديثا، صحيح. منذ سنوات، صحيح. متقدمة بشكل واضح للجميع وبإشادة أيضا، صحيح. يعني من خلال، صحيح. أداة قياس واضحة عالمية على وجه التحديد بتكنولوجيا، صحيح. المعلومات، تكنولوجيا المعلومات والابتكار والريادة والشباب، الأفكار الجديدة اللي عم تطلع من عندنا أشياء كثير رائعة. الأردن معروفة بالملكية الفكرية، صحيح. كان في مجال البرمجيات، في قطاعات اللي حكينا عنها، القطاع الصحي، قطاع المالي، قطاع التليكوميونيكيشن أو الاتصالات أو قطاع التعليم وإلى آخره. وإحنا عندنا الحمد لله صادرات، يعني القطاع أو صادرات البرمجيات إلى الخارج كتير إيجابية. جميل. وبارتفاع طبعا. وارتفاع، وبضيف عليها موضوع الجيمينج أو الألعاب، الأردن معروفة بالمجال هذا. المحتوى العربي، الأردن من الدول أكثر دولة في العالم العربي بتصدر أو بتطلع بالكونتنت ومحتوى العربي، يعني في المجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جميل. أستاذ نضال، جديد منتدى عام 2016 كما تحدثت الآن أنه سيكون هناك قطاعات مختلفة وقد تكون لأول مرة، صحيح. لا تعنى فقط بالبرمجيات أو، صحيح. الاتصالات، صحيح. أو تكنولوجيا المعلومات، صحيح. نتحدث عن قطاعات طبية، صحيح. نتحدث عن قطاعات حكومية أيضا، نعم. بنفس، صحيح. الوقت نتحدث عن قطاعات زراعية، نتحدث عن قطاعات إعلامية أيضا كونه، صحيح. عرجنا على موضوع، صحيح. الإعلام، صحيح. الرقمي، وشهد ثورة أيضا الإعلام الرقمي خلال الأعوام القليلة الماضية محليا وعربيا ودوليا، ورح يكون في استعراض لتجارب ناجحة وحققت يعني إشادة ونجاحات على مستوى الدول التي ستقدم يعني هذه التجارب. صحيح، صحيح. كمان بدي أضيف على اللي تفضلت فيه أستاذ مشحم، موضوع التجارة الإلكترونية، موضوع حتى المواصلات، يعني رح يكون عندنا كمان رئيس تنفيذي لشركة كريم اللي هي زي أوبر، يعني بنشوف كيف تغير، يعني كثير أشياء عم تتغير بالحياة المواطنين أو في المنطقة هاي، فرح ناخذ تجارب كبيرة، رح نتعلم كثير أشياء إن شاء الله. خلال المنتدى كمان رح يكون في إعلانات على مبادرات جديدة، شراكات جديدة، شراكات، وهاي رح تصير يعني باليوم الثاني إن شاء الله بالمنتدى. موضوع تاني بحابب أحكي عنه اللي هو موضوع التحول. إحنا بالمملكة عم نتحول من اقتصاد معرفي إلى اقتصاد رقمي، وهذا إشي كتير رائع، وخصوصا في ظل من هنا أتى العنوان، من هنا أتى العنوان. وبرضه بحب أكد على موضوع ريتش 2025. مبادرة ريتش 2025 هي مبادرة ملكية سامية، سيتم إطلاقها وإعلانها أمام جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم خلال المنتدى هذا. ريتش هي عبارة عن خارطة الطريق واستراتيجية كيف بدنا نوصل الأردن من هون ل 2025 إلى فعلا اقتصاد رقمي حقيقي. جميل. يقدر ينافس الدول الأخرى إن شاء الله. بالمناسبة قد بدأنا بموضوع، نعم. الاقتصاد الرقمي، وممكن أتحدث بجزئية عن المدن الذكية، صحيح. تحديدا، صحيح. لأنه ما بنقدر نقول أنه في اقتصاد رقمي دون أن يكون هناك مدينة ذكية تقوم يعني بتسهيل الأمور، والعمل على وضع بنية تحتية تكنولوجية تخدم موضوع الاقتصاد الرقمي. أتوقع أنه العاصمة عمان يعني بدأت من 3 سنوات بشكل حقيقي وملموس على الأرض، إذا بدي أتحدث كنموذج يعني يحتذى به بتعزيز بيئة الأعمال، إذا تحدثنا عن موضوع بناء أرضية تكنولوجية بالخدمات، يعني سواء بالنقل والمرور، سواء برخص المهن، سواء باستخدام الانترنت الأمثل، وهذا في توفير جهد ووقت ومال، وأيضا لا تذهب فقط يعني الهواتف الذكية من أجل الجيمز على سبيل المثال، مع أنه تطبيق يعني مستخدم ولا، صحيح. يوجد ما يمنع، صحيح. لكن فعلا بدنا نستثمره بالطريقة الفضلة اللي بتخدمني أنا كمواطن بدءا.
صحيح، البنية التحتية موجودة زي ما حكينا، فعلا في تطور كثير مهم، نسبة البنتريشن ريت او نسبة يعني الانترنت حوالي 83% في المملكة، فاستخدامها منتشر كثير وهذا شيء كثير مهم. عندنا واصلة حتى مش بس في عمان، يعني في كل المحافظات. جميل. فعنا بنية تحتية ممتازة قوية ومنافسة بالنسبة لدول أخرى. هذا الشيء بعطي أرضية أساسية بحيث أنه نقدر فعلا نبني عليها، بحيث نوصل فعلا لمدن ذكية مش بس عمان، يعني الكراك ربيد. نتمنى ذلك، لكن هذا بحاجة إلى إرادة حقيقية. والإرادة لن نتحدث فقط من متخذ القرار، يجب أن يكون أيضا للمستثمرين الوعي الكافي حتى يعززوا، إذا تحدثنا عن مدن ذكية أو اقتصاد رقمي، وفي توفير حقيقي ترى أستاذ نضال، يعني في جوانب مضيئة حقيقة بالثورة التكنولوجية إذا استثمرناها بالشكل الصحيح التي تخدم جميع مجالات الحياة. للأسف نحن نعاني، لن نكون يعني واضحين وشفافين، من استخدام التكنولوجيا بطريقة خاطئة، وقد استخدمها من يروج إلى الفكر الأسود الظلامي تحديدا السوشيال ميديا. للأسف استخدمها هؤلاء الخوارج ما بين قوسين، وهناك من يتبنى هذا الفكر. أيضا هنا يأتي ودور جميع مؤسسات الدولة، ليس فقط القطاع العام، القطاع الخاص، بيئة الأعمال، المستثمرين، الشركات الكبيرة، أيضا الوعي حتى نذهب إلى هناك، نذهب إلى جانب مضيء لنحارب الفكرة بالفكر أيضا من خلال. صحيح. ممكن تعرجوا على شيء من هذا يعني القبيل؟ هلأ احنا موضوع الإعلام الرقمي اللي تفضلت فيه أستاذ مشهم، السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي فعلا هي لابد أن تكون منصات لأشياء إيجابية وليست لترويج أفكار غير مرغوب فيها او هدامه. نعم. بالضبط. نعم. هذا رح نتعرج له اكيد، رح يكون في ورقه يعني بهذا بالضبط، سيشن خاصه، جلسه خاصه بهذا الموضوع. جميل. لانه هذا الموضوع كثير خطير بصراحه. نعم. ولازم نستغل طاقات الشباب وطاقات الصبايا بشكل ايجابي. بالضبط هذا، فرح نتطرق لهذا الموضوع. القضيه الاخرى اللي حابب انوه لها موضوع الاستثمار اللي تفضلت فيه. احنا عندنا بيئه يعني خصوصا من اول السنه هاي، يعني صار عندنا شغلات كثير كويسه. صحيح. بيئه استثماريه مشجعه للمستثمرين المحليين والدوليين، تخفيض ضرائب، حوافز مميزه، هذا كثير عماله بيجذب شركات كثير عم طلعت من المملكه، عمالها بترجع هلا. جميل. واحنا بنشد على ايدي كل شبابنا وصبايانا اللي موجودين برا المملكه انهم يرجعوا، لانه ما راح يلاقوا حوافز زي الموجوده في المملكه هلا صراحه. يعني حوافز مشجعه، حوافز يعني مشجعه. نعم. استثماريه يعني ضريبه الدخل للقطاع الاي تي نزلت من 20% ل 5%، فهذا ما يقارب الصفر تحديدا يعني، وهذا ما بتلاقي في اي دوله ثانيه. يعني انا كنت في هولندا الاسبوع هذا الماضي وكانوا بيحكوا على ضرائب في اوروبا عم تحكي 50 و70%، فاحنا بنحكي على 5% which is كتير كويس. دول عربية أخرى ممكن يكون ما فيها ضرائب بس فيها رسوم على سبيل المثال، فإن بدل ما يحكوا ضرائب يحطوا رسوم، فرسوم كثير عالية. فإحنا عن جد أن هي تؤدي نفس الخدمة لكن بمسميات مختلفة. بس إحنا كثير عنا حوافز ممتازة بصراحة، وزي ما حكيت البنية التحتية موجودة، رأس المال البشري عنا مميز ومحترف ومتقدم ومحترف، وبالعكس إحنا عم نعاني إنه عماله بيطلع من المملكة، يعني عماله بسموه إحنا برين تسرب تسرب الكفاءات كفاءات، فبرضه بنحاول إنه يرجع هالكفاءات هاي موجودة. وبنشتغل بشكل كبير مع الجامعات ومع وزارة التربية والتعليم العالي، مع هيئة الاعتماد، بحيث أنه دائما نضل مواكب المناهج، تكون مواكبة متطلبات سوق العمل والآخر. ففي عنا أشياء كثير إيجابية، يعني هذه قد نعتبرها من توصيات المنتدى. صحيح. بالنهاية. صحيح. يعني صحيح. مجمل ما تحدثت به الآن ستخرج بهذه إن شاء الله. التوصيات إن شاء الله. رح يكون في توصيات، رح يكون زي ما حكيت إعلانات على شركات مهمة، مبادرات مهمة لها علاقة بالريادة، لها علاقة بالتطوير، لها علاقة بشركات مع دول أخرى. جميل. بحيث أنه فعلا الأردن تقدر تصدر. نعم.
منتجاتها المتعلقة بالاقتصاد أو بالتكنولوجيا معلومات الاتصالات. هذا هو الاستثمار الحقيقي الذي نريده، ولن نحصر فقط بقطاع التكنولوجيا والاتصالات، نتمنى أن ينسحب على جميع القطاعات. الشكر موصول لك الأستاذ نضال البيطار لتلبية الدعوة الكريمة وللحديث بإضاءة صباحية عن هذا المنتدى الهام حقيقة وبرعاية ملكية سامية، منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2016 للشرق الأوسط ولشمال إفريقيا. حبتنا بنهاية حلقتنا على الأمل التقينا، وبإطلالة يوم جديد انطلقنا من فخر عبندة ومجحم العدوان. أطيب الأمنيات على أمل اللقاء بكم بحلقة أخرى. دمتم بحفظ الله.